عليكم. مع حضراتكم مهناز الباز، نائب رئيس مجتمع الاقتصاد بمؤسسة علماء مصر. احنا بنرحب بحضراتكم معانا النهاردة في تاني محاضرة من سلسلة المحاضرات الشهرية اللي بينظمها مجتمع الاقتصاد. اول محاضرة كانت تحت عنوان كيف تقوم ببحث تطبيقي في الاقتصاد، وقدمتها لحضراتكم الدكتورة دعاء عقل المحاضر بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة بنها. قبل بداية المحاضرة هيكون مع حضراتكم دكتور هاني عبد اللطيف رئيس مجتمع الاقتصاد. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، احنا بنرحب بحضراتكم وبنعتذر عن هذا التاخير، يعني ان شاء الله يكون خير. دي زي ما مهناز قالت ان دي تاني محاضره عندنا من المحاضرات الشهريه بتاعتنا اللي بدات الشهر الماضي، وان شاء الله مخطط ان هي تستمر اول كل سبت من كل شهر باذن الله. يمكن بس شهر يوليو اللي هنتوقف فيه عشان خاطر رمضان، ولكن هنستأنف في شهر اغسطس المحاضرات الشهريه بتاعتنا. هيكون معانا إن شاء الله في أغسطس محاضرة للدكتورة أميرة عقل، وإن شاء الله هتبدأ بورقة علمية منشورة وتناقشها، وإزاي إن الورقة دي اتعملت وإيه هي الانتقادات أو المشاكل اللي بتوجه لحاجة الورقة علمية زي كده. إن شاء الله هتكون محاضرة ممتازة. وبالنيابة عن أسرة مجتمع الاقتصاد جميعا، أدعو حضراتكم إنكم تتابعونا في كل المحاضرات والمحاضرة الجاية كمان برضو. طبعا زي ما مهناز قالت، المحاضرة اللي فاتت كانت من المحاضرات الشيقة جدا اللي اديتها الدكتورة دعاء بجامعة بنها من مصر، وكانت عن ازاي نعمل بحث تطبيقي في الاقتصاد. انا مش هطول على حضراتكم كتير، خصوصا ان احنا اتأخرنا شوية النهاردة عشان نبدأ، لكن انا كنت حابب ارحب بحضراتكم جميعا بنفسي، وان شاء الله ادي الفرصة لمهناز تقدم المحاضرة بتاعتنا النهاردة وتقدم الدكتور حسام ان شاء الله. شكرا، تفضلي مهناز. شكرا لحضرتك دكتور هاني. محاضره اليوم بيلقيها على حضراتكم الدكتور حسام عبد القادر المحاضر بقسم الاقتصاد كليه التجاره جامعه عين شمس. حصل دكتور حسام على بكالوريوس التجاره وماجستير الاقتصاد من جامعه عين شمس، ثم حصل على درجه ماجستير الاقتصاد من جامعه ساوثهامبتون ودرجه الدكتوراه الفلسفه في الاقتصاد من جامعه برمنغهام من انجلترا. كما قام بالتدريس في جامعه برمنغهام لمده 3 سنوات في قسمي الاقتصاد والتمويل. اتفضل دكتور حسام، حضرتك ممكن تبدأ المحاضرة. في البداية أحب أشكر مجتمع علماء مصر، وأحب أشكر طبعا دكتور هاني وأستاذة مهناز على الجهد المشكور اللي هما بيعملوه، وبعتذر لحضراتكم على التأخير في بدء المحاضرة نتيجة العطل الفني، وبعض نقاط تأخيرهم هم حلوه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع philosophy of econometrics، وأنا مش هقدم نفسي بعد الأستاذة مهناز قالته علشان نوفر الوقت المتبقي للمحاضرة، ونقدر بعد كده ناخد الأسئلة بتاعت حضراتكم ونجاوب عليها قدر المستطاع. في البداية المحاضرة يفترض هتعالج النقط اللي ظهر عندكم ديت، وهي كلمات مفتاحية ذات دلالات كلية، ماهية الاقتصاد القياسي، تشابك العلوم المختلفة مع علم الاقتصاد، علاقات الاقتصاد بالرياضيات والإحصاء، لماذا علم الاقتصاد القياسي؟ النماذج الرياضية في المجالات الاقتصادية، عدم التأكد وفلسفة الإحصاء والاقتصاد، المزيج البديع للاقتصاد القياسي، الاقتصاد القياسي بين المؤيد والمعارض. دي النقط اللي احنا هنتولها باختصار طبعا، كنوع من فتح شهية الباحثين للتوغل في هذا العلم ومعرفة كونه أو مضمونه. خلينا نبدأ على طول. اول حاجه في الكلمات المفتاحيه، انا هحاول اقرا، انا حطيت السلايد ما فيهاش كلام كتير قوي، فانا هحاول اقرا الاستيتمنت واعلق عليه بحيث المعلومه توصل بشكل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. دي كلمات بدايه الخلق اللي بيذكرها ربنا سبحانه وتعالى وفقا للمعتقد الإسلامي في القرآن. لو انتقلنا للجزء الثاني المكتوب، في البدء كان الكلمة، ودي الكلمات الأولى من إنجيل يوحنا اللي هي أحد الأنجيل الأربعة الإزائية أو القرنية المعترف بها في العهد الجديد من الكتاب المقدس. المضمون وراء المقتطفين دول اللي هو أهمية العلم، وإزاي إن دي أول شيء في الخلق بيهتم بيها الإله
اللي هو العلم اللامتناهي وفقا لبعض التعريفات. طيب خلينا نشوف كده بعد كده الستيتمنت ديت. الستيتمنت ديت بيقولها فريدريك نيتشه، وده احد الفلاسفه الكبار، في اهم كتاب ليه بعنوان هكذا تكلم زرادشت، كتاب للجميع ولا غير احد. هو بيقول التالي: ما نصه من بين كل ما هو مكتوب لا احب غير ذلك الذي يكتبه امرئ بدمه. اكتب بالدم وستكتشف ان العقل ان الدم عقل. ليس سهلا بالمره فهم دم غريب. انني انقض اولئك القراء الخاملين، ان من يعرف القارئ لن يفعل بعدها شيئا من اجله. قرنا اخر من القراء سيغدو العقل ذاته نتنا، ان يغدو من حق ايا كان ان يتعلم القراءه، فذلك ما سيفسد بمرور الزمن لا الكتابه وحدها بل والتفكير ايضا. فيما مضى كان العقل الها ثم تحول انسانا، وهو الان يغدو رعاعا. من يكتب دما واحكاما لا يريد ان يقرا بل ان يحفظ عن ظهر قلب. المضمون وراء الستيتمنت ديت المقتطع من الكتاب بتاع فريدريك نيتشه هو التالي، ان هو بيعلق بيقول ازاي ان العقل مهم جدا، وازاي ان احنا استخدامه يجب ان يكون جيد، ولا تتوقف المساله عند القراءه، لان هو بيتحدث بيقول انني لا احب من غير ذلك الذي يكتبه امرئ بدمه، يعني المبذول فيه جهد لدرجه انه متغلغل في الدم اللي هو اللي بيحوي الغذاء للجسد كله، وفي حالة عدم وجوده فبيفقد الجسد كل قدرة ليه، وبالتالي فهو مهم جدا ان يتحول العمل الى نوع من الدم ينقل المعرفة الى العقل اللي هي بتعمل مانجينج للجسم الانساني كله بكل محتوياته. وبيتكلم بيقول ان لو توقف الناس عند القراءة بدون استخدام العقل للتحليل، فده بالتالي بعد فترة العقل سوف يتبلد، وإن لو توقف الإنسان عند قراءة الأمور وأخذها كما هي فلن يضيف أي شيء، وإذا لم يضيف أي شيء سوف يتحول العقل إلى شيء غير ذو قيمة. وبالتالي هو بيقول إن من يكتب دما وأحكاما اللي هو بقى بيبذل مجهود لدرجة إن هو الإضافة في العلم والفكر لا يريد أن يقرأ، يعني مش عايز الناس تقرأه وبعد فترة تنسى أو تتناسى ما قرأته، بل أن يحفظ عن ظهر قلب، أن كله contribution موجود ومستمر. ويمكن ده واضح في العلماء اللي احنا بندرس العلوم بتاعتهم لغاية الآن مستمرة. على سبيل المثال أدم سميث لما قدم كتابه 1776 هذا الكتاب يظل مقروء إلى الآن لأنه أضاف شيء جديد، ودوت كنه الفلسفة. طيب تعالوا كده نشوف المقتطفين دولة. دولة جم على لسان ابن النفيس وعلى لسان ابن خلدون، أحد أهم العلماء المسلمين في العصور الوسطى. في كتاب المختصر في أصول الحديث العلامة ابن النفيس صاحب أكبر موسوعة طبية في العالم بيقول: وأما الأخبار التي بأيدينا الآن فإنما نتبع فيها غالب الظن للعلم المحقق. بمعنى ان كل ما يصل لايدينا هو مجموعه من الاخبار، وان ما عنديش علم محقق. انا الظن والتخمين هنا بيلعب دور مهم، ودي بعد كده هنربطها لما نمشي شويه في المحاضره بحاجه تانية متعلقه بالاحصاء او مضمون علم الاحصاء. والمضمون اللي نقدر نستشفه من هنا ان يجب اعمال العقل في كل ما يصل الينا، لان المساله ما هواش أمر قطعي ولكن هناك ظن. أما ابن خلدون ففي مقدمته اللي هي مقدمة كتاب ديوان المبتدأ والخبر، فبيقول يجب أن تحتفي بالخبر شواهد كثيرة تؤيد صحته، وهو بيقولها بعبارة بيقول علينا إعمال العقل في الخبر اللي لسه كنت بنوه ليها، وإن إحنا لا نتوقف عند الأمر كما هو. يعني لما نيجي ندرس أي نظرية لا يصح أن نأخذ هذه النظرية كمسلم بها، ولكن يجب أن ننظر إليها كعملية تتسم بالنقد اللي هي محاولة إيجاد أماكن القوة وأماكن الضعف ومحاولة إيجاد تفسير ملائم لها. وهو أدى مثل شيق جدا في الجزئية ديت، إزاي إن إحنا نستخدم
أو نوع من العقل في الخبر. فهو قال المثال المشهور إن وفقا للكتابات القديمة يقال إن بني إسرائيل لما كانوا في مصر كان عددهم بيصل من 400,000 لنص مليون. فنص عبارته بيقول كالتالي: إذا سلمنا بهذا فكيف تأتى للفرعون أن يطارد مثل هذا العدد ليلا؟ ها؟ سوف نجد أنه يجب أن يكون لديه ضعف هذا العدد حتى يكون كل إثنان قادرين على الإمساك برجل أو امرأة واحدة من بني إسرائيل لإعادتهم إلى أرض مصر. وهذا يعني أننا نحتاج إلى 1,000 من الجند. فكيف تأتى للفرعون بليل من قصره وحده أن يجمع هذا العدد؟ وإذا سلمنا بهذا كم كان في باقي الدور والقصور، وكم كان باقي الجند في باقي النواحي من البلاد، وكم كان على الحدود، وكم كان عدد سكان مصر في هذا الحين؟ وبالتالي يثبت كذب هذا الخبر. دي عقلية التحليل في الخبر اللي هي بيعتمد عليها العمل الفلسفي. طيب هناخد مقولتين وبعد كده يبتدي الأمر يوضح أكتر في مضمون المحاضرة النهاردة. برضو على لسان ابن النفيس بيقول مقولتين مهمين جدا: وأما نصرة الحق وإعلاء مناره وخزلان الباطل وطمس آثاره فأمر قد التزمناه في كل فن. بمعنى الحياد، أنا كباحث بدرس يجب أن أكون محايد، والحق هنا مقصود به الحقيقة. فبالتالي أنا كباحث لا يجب أن أتحيز لأمر أنا أرغب فيه وأعمل عملية لي وطي للحقائق حتى أو النتائج البحثية اللي أنا بقوم بيها حتى أثبت رأيي، لا هذا غير مقبول. في حاجة تانية مهمة جدا قالها ودي مهمة جدا للباحثين، بيقول: وربما أوجب استقصاءنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف، فمن قرع سمعه خلاف معاهده فلا يبادرنا بالإنكار فذلك طيش، فرب شنع حق ومألوف محمود الكاذب. والحق حق في نفسه لا لقول الناس له. ولنذكر دوما قولهم: إذا تساوت الأذهان والهمم فمتأخر كل صناعة خير من متقدم. المضمون المهم في الستيتمنت ده بيقول إيه؟ إن إحنا لو تمحصنا وفحصنا كل شيء بعين المدقق، ها، قد يتطلب منا إن إحنا نبتعد عما هو مشهور ومتعارف. يعني مش كل شيء مشهور صحيح، وليس كل ما تكرر تكرر. فمن قرع سمعه خلاف معاهده، لو حد عرض عليه أمر خلاف ما ربي عليه أو علمه من قبل، يجب ألا يبادر بالإنكار فذلك طيش، ده سرعة في الأمر وحمق. ولكن يجب أن يعمل العقل في الخبر اللي هي ما قاله ابن خلدون في السلايد اللي فات. وبالتالي بيقول: ولنذكر دومهم إذا تساوت الأذهان والهمم فمتأخر كل صناعة خير من متقدم. يعني الذي يتلو في العلم يفترض يكون أحسن، لأنه بيكون جمع علوم كل السابقين وأضاف إليها، وأي حد بيضيف للعلم ده يعتبر عدول عن المشهور والمتعارف. طيب خلونا بقى ندخل دايركت بعد الستيتمنت ده التمهيد دوت لماهية الاقتصاد القياسي. طيب الاقتصاد القياسي ليه مجموعة كبيرة من التعريفات، لكن على سبيل المثال فلنأخذ هذه الأربع تعريفات بشكل سريع وبعدين نشوف ايه اللي ممكن نستخلصه منها. التعريفات دي بتقول، او اولها تا تشانغ بيقول ان الاقتصاد القياسي هو قياس العلاقات الكميه بين المقاييس الاقتصاديه. سام ويلسون بيقول الاقتصاد القياسي هو التحليل الكمي للظواهر. هنا لغايه دلوقتي هم مش تقريبا مشتركين. ستودلموند بيقول الاقتصاد القياسي هو القياس الكمي والتحليل للظواهر الظواهر الاقتصادية الواقعية، وبالتالي لم يختلف كثيرا. مدلة في الآخر بيقول إيه، هو تعريف أوسع شوية، بيقول هو تطبيق للطرق الإحصائية والرياضية في تحليل البيانات الاقتصادية بغرض تطعيم النظريات الاقتصادية بالصبغة التطبيقية والتحقق من أو رفض هذه النظريات. وده في وجهة نظري تعريف مهم جدا.
يعني أنا ما بدخلش الإحصاء والرياضيات بغرض إتقانهم في علم الاقتصاد، ولكن هما أدوات يتم استخدامهم لتحليل البيانات الاقتصادية بغرض فحص النظريات القائمة ورفضها أو قبولها، الحكم عليها زي ما النتائج الاختبارية للفحوص الطبية بتحكم إذا كان يوجد مرض عند الشخص القائم بالفحص أم لا، أو تأكيد إذا كانت النظرية ديت جيدة وتصلح للتطبيق. فهنا بتدي لي أداة للحكم على صلاحية النظرية، وده شيء مهم جدا في الاقتصاد القياسي. طيب، هل علم الاقتصاد علم منفصل عن بقية العلوم؟ لا، ده مش حقيقي. آه، هو علم يكاد يكون له استقلاليته، لكن هذا العلم لو فكرنا كده البدايات الأولى بتاعته لما ابتدى يظهر المسمى مش الأفكار والإرهاصات، ظهر على إيد فيلسوف أو أستاذ للفلسفة في جامعة جلاسكو، وهو هو آدم سميث، أستاذ للفلسفة. وكلمة الفلسفة هي جاية من مقطعين في اللاتينية، المقطعين دول بيقولوا فيلوسوفيا، أو المقطع اللي هو فيلو اللي هو الحب، وصوفيا الحكمة. ويمكن ديت مربوطة شوية أو قريبة في النطق، أو بتعمل نوع من التشابه في كلمة تصوف في الإسلام اللي هي البحث عن مضمون الحكمة يعني. طب إزاي بقى إن الفلسفة اللي هي المنظور الأعلى للعلم، اللي هي كنه العلم ومضمونه أو حب العلم نفسه، إزاي بتشير إلى النظرة الترانسدنتالية اللي هي النظرة المتعالية اللي هي النظر من أعلى؟ لما بنظر من أسفل أنا ما بشوفش كل الأجزاء المكونة للشيء، لما بنظر من أعلى النظرة العلوية بقدر أشوف الأبعاد المختلفة. لو نظرت نظرة فلسفية عليا، وطبعا يعني أكبر درجة علمية الإنسان بيقدر يحصل عليها في عصرنا الحالي والعصور القديمة درجة دكتوراه الفلسفة، فبالتالي الاقتصادي هو يجب أن يكون فيلسوف في مجاله، المهندس كذلك، وحتى دارس الفلسفة. طيب إزاي بقى تتشابك العلوم، وإزاي نشأ الاقتصاد القياسي أو تطور، ممكن نسميها قصة تطور علم الاقتصاد القياسي؟ لو أخذنا مثل بعلم الأحياء ونظرنا للنظرية الكلاسيكية، وفقا للنظرية الكلاسيكية إحنا عندنا آليات تلقائية وفقا لنقاء الأسواق والمنافسة الكاملة وعدم وجود أي معوقات في السوق، إن السوق يعدل نفسه بنفسه بطريقة آلية. الفكرة دي نشأت عند آدم سميث متأثرا بالأفكار اللي كانت ظاهرة بأفكار النشوء والارتقاء اللي هي داروين، واللي جم بعد كده كملوا في النظرية دي. فكانوا أدوا مثل على الرسم، لو بدأنا من الشمال هتلاقوا الزرافة الأولى اللي هي على الجانب الأيسر رقبتها قصيرة، ديت ما عندهاش نهم لنوع معين من الأوراق، هي تلتئم أي نوع من الأوراق، فبالتالي الأوراق المتدنية أو تساوي عندها الأوراق العليا، فبالتالي لن تسعى إلى أي نوع من التطوير أو التعديل. لكن لو كان عندها نهم معين لنوع معين من الأوراق، والأوراق ده بينمو أعلى أو أعلى جزء في الشجرة، يجب أن تستطيل رقبتها حتى تصل إلى ما ترغب إليه، وهو التعديل الذاتي أو التطور الذاتي. ده أحد الأمثلة اللي ساقوه الكلاسيك لما جم يفسروا النظرية الكلاسيكية، واللي بيورينا إزاي إن علم من علوم الأحياء اللي يمكن إحنا بنعتقد إنه مش مرتبط قوي بعلم الاقتصاد، أوريدي مرتبط بيه بشكل أو بآخر. تعالوا نبص لمثال تاني اللي هو علاقة علم الاقتصاد بعلم الفيزياء. طبعا في ناس كثيرة تعتقد إن لا يوجد أي ارتباط بين الاتنين، لكن ده غير حقيقي. هندي مثالين إزاي إن النظريات الفيزيائية طورت الاقتصاد الكلي. لو بصينا للهندسة الإقليدية اللي هو هيبقى أحسن شيء يمثلها على الجانب اليسار من الرسم دوت، الجزء الأسفل
فاللي هو المستطيل، إن الشيء منبسط، وبالتالي إن الخطوط المستقيمة المتوازية لا تتلاقى، اللي هو اتاخد منه الفيزياء بتاعت نيوتن اللي هو انفصال الزمان عن المكان وإن مفيش تداخل بينهم. وبالتالي ده اللي بيفسر المعتقد الكلاسيكي فيما يطلق عليه الانفصام الكلاسيكي، إن الجوانب النقدية لا تؤثر في الجوانب الحقيقية، وإن النقود محايدة أي ليس لها تأثير، اللي هو في كلام نيوتن يبقى ما يعبر عنه بالزمان، بمعنى إن المكان المعبر عن الأسواق لن تتأثر بالنقود المعبرة عن الزمان. وهي الفكرة اللي بتقول وفقا للمعتقد الكلاسيكي إن النقود ما هي إلا ستار للمعاملات وليس لها تأثير في حد ذاتها. طيب، طبعا تم انتقاد النظرية الكلاسيكية على إيد جون ماينارد كينز. في الفترة بتاعت كينز كان ظهرت الهندسة الحديثة وتأكدت فكرة إن الأرض كروية وإن مفيش خطوط مستقيمة، ده الفضاء كله خطوط إهليجية يعني ملتوية، وبالتالي إن الخطوط المستقيمة سوف تتلاقى. هذا التلاقي ما أطلق عليه أينشتاين لفظ الزمكان أو التقاء الزمان مع المكان، بمعنى إن الزمان على الأرض سوف يكون مختلف عن الزمان على الزهرة لأن المكان اختلف. هنا جون ماينر كينز سمى الكتاب بتاعه The General Theory of Employment Interest and Money، بمعنى النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود، وظهر اسم النقود بشكل بارز في النظرية الكلية. وكلمة النظرية العامة دي مستوحاة، كلمة النظرية العامة لكينز دي مستوحاة من النظرية العامة للنسبية. فدوت مثال تاني يورينا ازاي ان العلوم متداخلة. في مثال حديث برضو ازاي بقى ان تطور علوم الفيزياء اثرت حتى على علم الاقتصاد القياسي، فيما يطلق عليه Gravity Models اللي هي نماذج الجاذبية. وفقا لقوانين نيوتن إن التجاذب بين أي جسمين بيتوقف على أمرين، كتلة كل جسم والمسافة بين الجسمين دول. الفكرة دي تستخدموها الدارسين في مجال التجارة الدولية لتفسير قيام العلاقات التجارية بين الدول، وقالوا إن كتلة الدولة من الناحية الفيزيائية هي تعادل حجم إنتاجها، والمسافة بين الدولتين اللي هي بتمثل بعد المكان يعني الدولتين اللي بتمثل تكاليف نقل السلع والبضائع. فكلما زادت الكتلتين حصل تجاذب بينهم لأن الإنتاج هيكون متنوع وقابل للتبادل، وكل ما اقتربت المسافات كل ما كان التبادل أيسر. ده مثال آخر ل داخل العلوم. دي أحد الشواهد المكتوبة في كتاب حديث عن نيوتن، بتتكلم إزاي إن كينز كان مهتم جدا إن هو يستحوذ على المقتنيات بتاعت نيوتن بعد وفاته واللي اتباعت في مزاد سوزوبي في إنجلترا، واستحوذ حتى على أغلب الأوراق الخاصة بيه حتى في المجالات اللي هي تبتعد قليلا عن الفيزياء مثل الخيمياء اللي هي التركيبات الكيميائية المتعلقة بنوع معين من السحر وتحويل بعض المعادن الخبيثة إلى معادن نفيسة. وكذلك معتقدات وآراء نيوتن حول اللاهوت اللي هي دراسة الإلهيات أو المنظور الإلهي اللي هي في ترجمة جامعتنا الحديثة تبقى علم الثيولوجي. طيب، لما جم يتم تكريم نيوتن في الاحتفالية المئوية بتاعته، قام جون ماينر كينز علشان يوصف نيوتن بالتالي: إنه يهودي موحد من أتباع موسى بن ميمون، وأنه آخر جيل من الصحراء، وآخر البابليين والسومريين، وآخر العقول العظيمة التي أشرقت على العالم المرئي والفكري.
أعين هؤلاء الذين بدأوا في بناء تراثنا الفكري منذ ما لا يقل عن 10,000 عام. طبعا جون ماتكنز هو يهودي، واليهود بيعلو من موسى ابن ميمون، ويقال حتى عندهم لم يأتي ما بين موسى وموسى إلا موسى، يعني ما بين عهد سيدنا موسى وبين موسى ابن ميمون اللي هو أحد الأطباء الكبار اللي كان متواجد أعتقد في عصر صلاح الدين، ما كانش فيه حد بعظمة موسى ابن ميمون بعد سنة. طيب ننتقل إلى شيء آخر. السلايد اللي فات بينقلنا إلى إزاي إن علم الأخلاق قد يكون له بعض الأبعاد الثيولوجية اللي هي بتفسر علم الإلهية. الخريطة اللي موجودة على الشمال دي خريطة من النظرة العليا، كأن طائر بيلتقط النظر إلى الأرض. طبعا يمكن لصغرها ويعني عدم إن الريزوليشن ما كانش عالي قوي فمش باين الكلام، بس ده بيشير إلى الأرض في الشكل الدائري، وإن هي في الآخر في الحواف هتلاقوا لون غامق أزرق غامق بيشير إلى المياه. ده معناه إن وفقا للمعتقد القديم كان ينظر الأرض إنها مسطحة وإنها تعوم على محيط كبير من الماء بيشمل الحواف بتاعتها، وما كان يسمى الإقيانوس. طبعا دوت تم دحضه حديثا، لكن أول واحد أو أول من أشار إلى كروية الأرض بخلاف المصريين وبعض العرب اللي أشاروا إلى هذا ولكن لم يدونوه بشكل واضح هو أفلاطون، لأنه كان بيرى إن كان كاتب على الأكاديمية اللي هو الحديقة اللي بيجتمع بيها طلابه لأحد تلاميذه اسمه أكاديموس، فسميت الأكاديمية، لا يدخل علينا من لم يدرس الهندسة. هو كان بيقول بما إن الدائرة والكرة هما أكمل الأشكال الهندسية فيجب أن يكون الخالق المتكامل صنعته متكاملة، وبالتالي لا يمكن أن تكون الأرض مسطحة وإنما يجب أن تأخذ شكل الكرة. الفكرة دي كمان كانت موجودة عن إزاي الدائرة ونقطة الدائرة عند الصوفية والمولوية اللي هو جلال الدين الرومي، أو ما يقال عنه مولانا جلال الدين الرومي اللي بينتسب إليه الأفكار الصوفية المولوية. الفكرة بكل بساطة بتقول إن النقطة هي اللي بتحدد الدائرة، يعني النقطة اللي في المنتصف ديت لو حددت المسافة ما بينها وبين أي نقطة على المحيط هي متساوية، بمعنى أن الإله قريب من كل فرد ومن كل كائن على نفس القدر من المسافة، وأن النقطة هذه هي التي تحدد الدائرة ككل. وعشان كده حتى الرقصة المولوية هي شخص يرتدي التنورة ويدور حول مركز ثابت يرفع يد ليتلقى من الإله ويعطي البشر. ده طبعا موجود في الاقتصاد اللي هي التشابكات العلاقية، إن أنا لما بيجي بقول إن الدخل بيولد استهلاك أنا بقفش عند النقطة دي، انا برجع اقول كمان ان في حاجه اسمها المالتيبلاير او المضاعف اللي بيشير الى ان حجم الانفاق الاستهلاكي بيحدد الدخل بشكل او باخر في الاقتصاد، فهي بالتالي هي علاقه دائريه. طيب تعالوا بقى نتكلم بشكل اكثر مباشره عن العلوم المتصله بالاقتصاد القياسي. العلوم دي على رأسها ثلاث علوم، هي الرياضة طبعا والإحصاء والاقتصاد، وبتولد فيما بينها بعض العلوم الأخرى زي الإحصاء الرياضي والإحصاء الاقتصادي والاقتصاد الرياضي. امتزاج هذه العلوم جميعا بيحدد المنطقة اللي في المنتصف اللي هي بتسمى الاقتصاد القياسي اللي احنا عرفناها من شوية. طيب لماذا علم الاقتصاد القياسي وأهميته؟ وليه بفرق بين استخدام الرياضيات والإحصاء في علم الاقتصاد؟ لو بصينا في السلايد اللي ظهر قصادنا دوت على الجانب الأيمن، ده بيورينا العلاقة بين الطلب والسعر. احنا عارفين ان العلاقة علاقة عكسية، ان كل ما ارتفع السعر بي هتقل الكمية المطلوبة من هذه السلع في السوق كيو.
هنا العلاقة دي بتمثل بمتغيرين، يعني ليها بعدين، يعني بدل ما أقولها بشكل لفظي ممكن أحولها لشكل هندسي رسمي، فانتقلت من التعبير اللفظي إلى التعبير الهندسي المرئي اللي بيقرب الفكرة للذهن. بس هل بس السعر اللي بيحدد الكمية؟ لا، ده أنا بعد كده ممكن أقول إن الدخل كمان له تأثير. فهنتقل على الجانب الأيسر من السلايد ده، فبص ألاقي إن علاقة الطلب والسعر والدخل في النظرية الاقتصادية، فهلاقي ثلاث أبعاد: طول وعرض وارتفاع. الشكل الناتج من ثلاثية الأبعاد مش واضح بنفس الوضوح والجلاء اللي خاص بالشكل على الجانب الأيمن اللي هو من بعدين. فما بالكم لو كان هدخل كمان بعد رابع اللي هو الأذواق وأسعار السلع البديلة، بعد خامس هندسيا لا يمكن تمثيل هذا. يبقى الهندسة وقفت عاجزة عن ثلاثة أبعاد، ثلاثة متغيرات، فكان يجب إيجاد علم يحل هذا اللغز وهذا الإشكال. فظهرت العلاقات الرياضية، إن أنا بالمعادلات الرياضية يمكن إدخال ما لا حصر له من المتغيرات. فبدأنا نتحرك من الهندسة إلى الرياضيات، فبدأ الاقتصاد الرياضي وبشدة، وبعد كده تفرع عنه الاقتصاد القياسي. طب تعالوا نشوف خطوات عمل بناء النموذج والتحليل القياسي بيتم إزاي. أول حاجة ببدأ بالنظرية، بما أني بتكلم على اقتصاد قياسي هي تطبيق القواعد والأساليب الرياضية والإحصائية في المجال الاقتصادي، فيجب أن تكون نقطة البدء النظرية، الفكرة زي ما أشار، الفكرة المتعمقة زي ما أشار فريدريش نيتشه. بعد النظرية أبتدي أشوف المتغيرات اللي عندي علشان أبني هذا التصور في شكل متغيرات وعلاقات. فأنا ببتدي أول خطوة في النموذج القياسي. لتحديد أفضل نموذج يجب أن أعلم شكل البيانات، لأن كل نوع من البيانات بيطلب نوع معين من التحليل. فإذا كان عندي بيانات قطاعية فبالتالي هي بقوم بالتحليل cross section، لو بيانات زمنية بقى time series، لو متداخلة أو البيانات القطاع الزمنية فبستخدم البانل ديتا. طيب أنا حددت نوع البيانات والنموذج، ببدأ عملية التقدير اللي هي إعمال الرياضيات والأساليب الرياضية والإحصائية لإخراج العلاقات. وبعد هذا ما بتوقفش عند هذا وبس، لا، عملية إعمال العقل اللي هي الاختبارات التوصيفية والتشخيصية. بعد كده يصور بقى تساؤل مهم: هل هذا النموذج جيد؟ إذا كان غير جيد برجع لمرحلة النموذج وأعيد بناءه من أول وجديد. إذا كان جيد بختبر الفروض. الفروض بتكون النظرية، لأن النظرية أي نظرية ما هي إلا مجموعة من الفروض المتكاملة المتربطة ذات السياق المتجانس، وبالتالي هنا أستطيع أن أحكم على النظرية إذا كانت تصلح أو لا تصلح. ويحضرني المقولة بتاعت جون كينيس جالبريس الحاصل على جائزة نوبل في كتابه History of Economics Past as the Present، وده أعتقد كتاب مترجم في سلسلة عالم المعرفة، إن الأفكار الاقتصادية هي نتاج لزمنها ومكانها. بمعنى إن النظرية الكلاسيكية ما أقدرش أقول النهاردة عليها إنها نظرية وهمية، لا، هي كانت صالحة في زمنها ومكانها. النظرية الكينزية لا تعمل، لا، هي كانت صالحة في زمنها ومكانها. فيتم الحكم على الأمور في إطار هذا. طيب تعالوا نشوف ازاي النماذج الرياضيه بيتم استخدامها في المجالات الاقتصاديه. لو رجعنا للافكار القديمه وبدايه ظهور التحليل الحدي والرياضي بشكل كبير على ايد المدرسه النيو كلاسيكيه في جامعه كامبريدج على ايد استاذ جون كينيس جالبريس لو ألفريد مارشال في سنه 1920 في كتابه بيقول: The chief use of purpose mathematics in economic questions seem to be in helping a person to write down quickly, shortly, and exactly some of his thoughts for his own use, and to make sure that he has enough and only enough premises for his conclusions. بمعنى ان ألفريد مارشال بيقول ان الاستخدام الرئيسي للرياضيات في المجال الاقتصادي او الاجابة على الاسئلة الاقتصادية هي المساعدة في الكتابة بشكل سريع ومختصر ودقيق
الأفكار الخاصة بالشخص والتي تكون بشكل كافي قادرة على إيجاد الحلول لهذه الأسئلة واستخلاص النتائج. لو بصينا لجوزيف شومبيتر اللي هو أحد المؤسسين الكبار لماثيماتيكا اللي هي إيكونومتريكا اللي هي أول مجلة في المجال الاقتصادي متخصصة في سنة 1950 في مجال الاقتصاد القياسي، في كتابه اللي عمله History of Economic Analysis بيقول What distinguishes the scientific economist from other people who think, talk and write about economic topics is a comment of technique that we class under three heads: history, statistics and theory. The three together make up what we shall call economic analysis. بمعنى ان جوزيف شومبيتر بيفرق ما بين الشخص العادي اللي بيتكلم في المجال الاقتصادي والاقتصادي المتخصص، فانه هذا الشخص الذي يستخدم التاريخ. لان انا لما باجي بعمل تنبؤ على سبيل المثال او تحليل الاحداث برجع لي ما حدث في الماضي، وعلم الاحصاء والنظرية، وهما ثلاثتهم يكونون ما يسمى التحليل الاقتصادي، بمعنى أنه لا يوجد تحليل اقتصادي بدون استخدام هذه العلوم مجتمعة. طيب، ألفا تشانغ واحد من أفضل المؤلفين في مجال الاقتصاد الرياضي بيقول في كتابه الشهير الطرق الأساسية في الاقتصاد الرياضي إن النظرية الاقتصادية هي تجريد للواقع، ومن العسير عبد كافة العلاقات المتشابكة في ظل هذا الواقع. لهذا كانت الحاجة إلى النموذج الاقتصادي، حيث أنه بناء هيكلي تقريب الاقتصاد الحقيقي. ماذا يعني هذا؟ احنا كنا بنتكلم على نظرية العرض، نظرية العرض والطلب، وقلنا إزاي إن المثال البسيط اللي خدناه اللي هو الكمية المطلوبة من أحد السلع تتأثر بعدد لا متناهي من المتغيرات التي يصعب تحديدها وحصرها بشكل دقيق. وبالتالي كان يجب التجريد اللي أنا أجرد الواقع، أحاول أعمل له مثال تقريبي وهو النموذج التقريبي أو البناء الرياضي له، اللي أنا هركز على أهم المتغيرات وسوف أفترض أن المؤثر الأساسي على الكمية المطلوبة هي السعر والدخل والأذواق مع بقاء باقي المتغيرات على حالها. وبالتالي أنا بقرب الواقع عن طريق النموذج، زي بالضبط المهندس المعماري اللي بيعمل ماكيت مصغر للمبنى اللي هيقوم بتنفيذه. جوزيف شومبيتر في اول افتتاحيه لمجله ايكونومتريكا، وديت طبعا من سنه 1993، هي تم اعاده نشر البيبر دي تاني هي 1950، The Common Sense of Econometrics، بيقول إن الطريق الوحيد الذي يجعل علم الاقتصاد قادر على توجيه وإفادة السياسيين ورجال الأعمال على نطاق واسع هو استخدام الطرق الكمية، معناها استخدام الرياضيات والإحصاء. وإذا لم يكن الاقتصاديين قادرين على تحويل نقاشاتهم وحواراتهم إلى لغة الأرقام، فإن أصواتهم لن تصنع من رجال العمليين. بمعنى لما أجي أقوم بتحليل النظريات، لو اقتصر التحليل على كلام نظري بدون التحديد بدون التحليل الكمي، هيبقى بالتالي النتيجة أو النتائج اللي بيعرضها الاقتصاديين لا تلاقي أي اهتمام من السياسيين والقائمين على اتخاذ القرار ورجال الأعمال، وبالتالي سوف تقل أهمية علم الاقتصاد. طيب، روبرت لوكش بيقول إن التحليل الرياضي لم يعد أحد الطرق لفهم النظرية الاقتصادية، بل أصبح الطريق الوحيد. هنا هو بيتحيز جدا للتحليل الرياضي، إن النظرية الاقتصادية هي التحليل الرياضي، وفيما عدا ذلك ما هو إلا مجموعة أشكال بيانية وحديث مجرد. ويمكن المقصود الأكثر بالنظرية الاقتصادية هنا النظرية الاقتصادية الجزئية. واضح جدا إزاي إن كل المناهج الحديثة في المايكرو إيكونومكس بتعتمد بشكل كبير جدا وواضح وظاهر على الاقتصاد الرياضي.
سورن جوهانسن مؤسس جوهانسن تيست في مجال الإيكونومتريكس لقياس عمليات التكامل المشترك أو الكونتجريشن، نقلا عن مارك ماك بيقول إن النماذج الرياضية في الجانب الغالب لها ما هي إلا رسم كاريكاتيري للواقع، وإذا ما كان هذا الرسم الكاريكاتيري متقن الصنع فإنه يساعد على فهم الجوانب هامة من العالم الذي نحيا فيه. والدور الأساسي للنماذج ليس التفسير أو التوضيح أو التنبؤ، ولكن الهدف هو استقطاب الأفكار واستجلاب الأسئلة الثاقبة. هنا بقى بينقلنا لنقطة تانية، إن هو يقصد برسم الكاريكاتير هو تبسيط للواقع، زي ما الكاريكاتير بيحاول ينقل فكرة مبسطة عن الواقع. وبيقول إن ده الغرض الأساسي كمان مش من النموذج إن هو يفسر أو يوضح أو يتنبأ، ده إن هو يعمل العقل بشكل حاد وقوي لدرجة إن هو يستقطب الأفكار يجمعها ويركزها ويحاول يصل إلى أسئلة ثاقبة تستدعي حلول تطور. فيما يتعلق بديفيد رومر، هو أنا هحاول أقول مضمون السلايد دوت عشان لا أطيل عليكم، إن هو بيتكلم على النموذج. هو بيقول But the purpose of a model is not to be realistic. After all, we already possess a model that is completely realistic, the world itself. بمعنى ليس الغرض من النموذج إنه يكون واقعي، لأن لو بدور على الواقعية فأنا already عندي نموذج واقعي 100% وهو العالم الذي نحياه. العالم الذي نحياه واقعي لكنه معقد بدرجة تصعب على الفهم، وبالتالي يجب أن يتحول من الواقع إلى المجرد، إن أنا أقتصر على دراسة جانب معين أو مجموعة جوانب معينة. The problem with that model is that it is too complicated to understand. هو معقد لدرجة يصعب فهمه. A model purpose is to provide insight about particular feature of the world. ده اللي احنا لسه قايلينه. If a simplification of function causes a model to give incorrect answers to the question it is being used to address, then that lack of realism may be defect. يعني في حالة إن التبسيط دوت اللي هنقوم بيه في شكل نموذج هيؤدي إلى إعطاء إجابات خاطئة على الأسئلة اللي احنا حاطينها، ساعتها افتقاد الواقعية هيكون خطر. لكن if the simplification does not cause the model to provide incorrect answer to the question it is being used to address, however, then the lack of realism is a virtue. يعني إذا لم يحدث إن التبسيط دوت أو النموذج دوت أدى إلى إجابات خاطئة عن الأسئلة الموضوع، فلن يكون تأثير الافتقاد للواقعية تأثير سيء. في السلايد دوت هنشوف إزاي إن حتى التجريد الرياضي موجود في المعتقدات الدينية، مش بس في الدراسات الاقتصادية، لأن في بعض الناس بتعتقد إن العلوم الاجتماعية وأعلى العلوم الاجتماعية هو علم الثيولوجي، بيدرس علاقة الإنسان بالإله وبيتمازج مع بقية العلوم، إن هو لا يدخل في الرياضيات، دي أشياء غير محسوبة، دي حاجات إيمانية غيبية. لكن تعالوا نشوف الآية الموجودة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ده مثل للتجرد الواقع الإلهي بضرب الأمثال، إن الإله اللي في المعتقد الإسلامي يسمى الله، لما أراد أن يصف جزء لا ينفصل عنه وهو النور، قال إن مثل نوره، ابتدى بوضع المثال كمشكات فيها مصباح، اللي هي لمبة يوجد جواها شيء بيضيء ويحيط بها زجاجة. فحتى المعتقدات العليا هي قائمة على التجريد والتبسيط لإصلها إلى العقول، لأن العقل محدود والله غير محدود، فكيف تحتوي ما هو غير محدود فيما هو محدود؟ لا يستطيع أن يملأ إنسان البحر في زجاجة، وبالتالي يجب التبسيط. لو بصينا
الديانة المسيحية في أحد المعتقدات بتاعتها، والمعتقد الدومينيكاني أو المذهب الدومينيكاني بيقول إن الرهبان الدومينيكان، وفقا للرهبان الدومينيكان، إن الراعي والقطيع والكلاب والذئب وفقا للمعتقد المسيحي يمثلون المسيح اللي هو بيمثل الراعي أو الإله، والقطيع اللي هو الشعب، والكلاب اللي هم الرهبان الدومينيكان، وتعني حرفيا الكلاب الرب اللي هم بيحافظوا على القطيع من الذئب اللي هو الشيطان. وده برضو نوع من التجريد أو إعطاء نموذج للتعبير عن الديانة. طيب ننتقل بقى من العلاقات الرياضية إلى العلاقات الإحصائية وعلاقاتها المباشرة وغير المباشرة بعلم الاقتصاد، وكيف يتأتى لنا ما يمكن أن يطلق عليه فلسفة الإحصاء. يمكن دي وجهة نظري وفقا لقراءاتي. وفقا لوجهة النظر دي إن هو لا يوجد أمر قاطع، وهذا نتيجة عدم اليقين الذي يبنى عليه علم الإحصاء. يعني في علم الإحصاء إحنا يجب أن نتقبل فكرة الإيرور أو الإيرور تيرم، إن هو العلم محدود وإن الظن موجود، على النقيض من اليقين التام الذي يبنى عليه علم الرياضيات. وبما أننا لا نملك اليقين التام في عالمنا، فإننا لنكون في أحسن الأحوال سعين خلف تخفيض قدر عدم اليقين الذي نعمل في ظله، اللي هو الايرور تيرم، اللي انا خفض قيمه الايرور تيرم، ومن ثم تتضح لنا واقعيه علم الاقتصاد القياسي المبني على الاحصاء المستمده من الرياضه. يعني في الرياضه 1 زائد 1 يساوي 2، يعني وفقا للرياضه لما اقول ان انا السعر زاد بنسبه تضاعف، يفترض ان الكميه المستهلكه تنخفض للنصف. طبعا ده ما بيحصلش في الواقع بهذا النمط، لأن في متغيرات تانية بتأثر، وبالتالي أنا عندي نوع من عدم اليقين. فعلشان أتحول من الرياضة إلى الإحصاء، يجب أن أقبل درجة من عدم التأكد اللي هي بسميها الإيرور تيرم أو الريزيدوالز. طيب لو كملنا بقى في دوت ونشوف إزاي إن مفهوم عدم التأكد هو الأساس اللي اتبنى عليه علم الإحصاء، هنشوف بالتالي إن علم الإحصاء هو قائم على عدم التأكد، وعدم التأكد يقاس بالاحتمال، والاحتمال دوت تطلب القيام بعمل الإحصاء الاحتمالي حتى نقوم باحتساب احتمال حدوث حدث معين. يعني احتمال حدوث أمطار في هذه المنطقة معتمد على معرفتنا السابقة وكم مرة يسقط أمطار وفقا للسنين السابقة. وفقا لهذا بيتم القول أن بدرجة احتمال تصل إلى 95% يعتقد أن الأمطار سوف تسقط في هذا المكان في هذا الوقت بهذه الغزارة. درجة الاحتمال دوت بتلقينا لما يطلق عليه درجة الثقة. أنا باجي بعمل أي تقدير بحسب درجة الثقة ومدى الثقة، ما بقولش أنا متأكد من الاستيميتد كوفيشنت ديت بدرجة 100% والا ما بقاش احصاء، ولكن بقول بنسبة 95%، بنسبة 99%، بنسبة 90%، وهكذا. وكل ما بترتفع هذه النسبة كل ما بيكون انا عندي نوع من الارتياح الاكبر وثقة اكبر في التقدير الذي قمت به. قصة فترات الثقة دي بترتبط بعملية الاستدلال الاحصائي أو الستاتيستيكال انفرنس، وإزاي أنا أقدر أستخدم نتائج النموذج ديت في الاستدلال على العلاقات. ومن ثم فإن الحديث عن عملية النمذجة أو القيام بعمل النماذج يعود إلى مبدأ الاحتمال likelihood concept، وده مبدأ بيرتبط بمفهوم المخاطرة، لأن كل ما بيرتفع نسبة عدم التأكد كل ما يكون الريسك عندي أكتر. والاستخدام بتاع الريسك ده دخل كتير كمان مع علم الفاينانس، وعشان كده بيظهر الفاينانشال ايكونومتريكس. طيب
ايه بقى المزيج البديع للاقتصاد القياسي؟ ازاي بتمتزج العلوم ديت اللي قلنا عليها في الاقتصاد القياسي عشان ينشأ لنا العلم دوت؟ يمكن بعد اللي احنا قلناه دوت احب ان انا اذكر لكم المقوله اللي قالها ديفيد هنري، واحد من كبار الاسماء في العالم الان في الاقتصاد القياسي، ومن اكبر عدد محدود جدا الاقتصاديين القياسيين في انجلترا. بيقول Econometrics is our instrument as telescope and microscope are instruments in other disciplines. Econometric theory evaluates whether that instrument is functioning as expected. Econometric methodology studies how such method work when applied. بمعنى إن الاقتصاد القياسي بالنسبة للاقتصاديين هو الأداة التي يستخدمها الاقتصاد، كما يقوم دارسي علوم الفضاء باستخدام التلسكوب، وكما يقوم دارسي علوم البيولوجي باستخدام الميكروسكوب كأدوات ليهم في علومهم. والنظرية الاقتصاد القياسي بتقوم بعملية تقييم إذا كانت هذه الأداة اللي هي علم الاقتصاد القياسي بيعمل كما هو متوقع منه بشكل جيد أم لا، في حين إن منهجية الاقتصاد القياسي أو الإيكونومتريك ميثودولوجي بتدرس كيف أو how such method work when applied، يعني كيف تعمل الطرق القياسية في حالة تطبيقها. وده عشان نفرق ما بين الإيكونومتريك ميثودولوجي والإيكونومتريك ثيوري. والإيكونومتريك ثيوري هنا هتبقى قريبة أكتر للنهج الفلسفي. لما بنتحول للإيكونومتريك ميثودولوجي اللي هو الجانب التطبيقي بيتحول إلى الجزء الميكانيكال، الجزء اللي هو بننزل من النظرة الشمولية العليا إلى النظرة المحدودة. طيب نيجي بعد كده لآخر جزئية هنختم بيها المحاضرة عشان نبتدي يبقى في وقت ناخد فيه ديسكشن وأرد على أسئلتكم، اللي هو الاقتصاد القياسي بين المؤيد والمعارض. طبعا في جدل كبير جدا حول الاقتصاد القياسي ومدى أهميته وإزاي يتم استخدامه، وفي ناس بتذهب إلى أن الاقتصاد القياسي هو كل شيء، وناس بتذهب إلى أن الاقتصاد القياسي أمر ضار بعلم الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو علم اجتماعي يدرس سلوك الإنسان في سعيه لإشباع رغباته، وبالتالي فالأحاسيس والمشاعر التي تؤثر على الرغبات الإنسانية كعلم اجتماع لا تقاس بالرياضيات، وبالتالي إن استخدام الرياضيات ومن ثم الإحصاء أو الاقتصاد القياسي فيما بعد سوف يكون مضلل. أنا أرى إن هؤلاء أو ما يطلق عليهم يعني أو من وجهة نظري إن بيرى البعض من غير الدارسين لي والمتخصصين في علم الاقتصاد القياسي إن الاقتصاد القياسي قد أفسد علم الاقتصاد وإن نتائجه مضللة وغير واقعية لأنه بيبنى على علم الرياضيات، وكما قلنا إن الاقتصاد هو علم اجتماعي يهتم بسلوك الإنسان الذي لا يسير على النسق الرياضي. لكن هؤلاء يصعب أخذ رأيهم على محمل الجد لأنهم غير متخصصين في الاقتصاد القياسي حتى لو كانوا من المتخصصين ذو الشأن في باقي فروع علم الاقتصاد، لأن هذا مثل قيام طبيب الأسنان بالحكم على مدى النفع من إجراء عملية قلب مفتوح لأحد المرضى. يعني ممكن يكون شخص متخصص في التجارة الدولية لكنه ليس عنده المعرفة الكافية بالاقتصاد القياسي، فبالتالي هو مثل طبيب الأسنان اللي هو متخصص في الأسنان لكن بيحكم على تخصص ثاني في الطب على اعتقاد ان الطب كله متشابه، ولا يجوز ان يكون طبيب الاسنان هو الحكم والفيصل في اجراء عملية قلب مفتوح لمريض ام لا. وعلى الرغم من عدم جدية النقد السابق وان احد الاجوبة البليغة عليه قد تكون تجاهله، الا ان الرد عليه واجب اخذا بنهج ابن سبعين وهو احد الفلاسفة العرب أو المتكلمين العرب، لأن كلمة فلاسفة في التراث العربي
بتمتزج بكلمة المتكلمين لما رد على الأسئلة اللي بعتها إمبراطور صقلية للعلماء والفلاسفة العرب في الجناح الشرقي اللي هو كان يشمل العراق وسوريا ومصر، ولم يجاوب على أسئلته فبعتها للغرب فلم يجاوب عليه، فاضطر ابن 70 ان هو يجاوب عليه، وأورد في كلامه بيقول إن هو جاوب على أسئلة هذا الإمبراطور خوفا من أن يعتقد هذا الإمبراطور أنه لا تجد أجوبة على أسئلته، وإن ما يعتقد ويطرحه من أفكار سليم، وإن العلماء في الشرق والغرب من المسلمين لو يجاوبوا على هذه الأسئلة لأنهم حسوا إن هذه الأسئلة مصاغة بشكل متخلف في الفكر، مش ازدراء للأفكار ولكن متخلف، يعني أفكار يعني نقدر نقول عليها إرهاصات أقل بقليل مما توصلوا إليه في العلم. وبالتالي يجب أن نوضح أن العلاقات الرياضية بتسير حتى عملية عمل عقل وقلب الإنسان اللي تتحكم في أحاسيسه وبالتالي في سلوكه الاقتصادي وفقا للدراسات الحديثة. وتاني مثل ممكن نديه إن الاقتصاد القياسي كالنظارة التي يستخدمها ضعيف البصر حتى يدرك الأمور على حقيقتها بشكل أكثر نصفا ووضوحا، وإذا كان هناك اختلاف بين ما نراه قبل ارتداء النظارة وبعدها فهذا لا يرجع إلى عيب في النظارة نفسها، بل إن الاختلاف يعود إلى قصر النظر، وهذا الاختلاف هو ما يكون مختفيا عن البصر قبل ارتداء النظارة. والادعاء بأن النظارة غير سليمة يعود إلى ضعف بصيرة من يدعي هذا بالإضافة إلى قصر نظره. وفي الختام، إن علم الاقتصاد القياسي هو علم دقيق بيحاول إعطاؤنا أدوات للحكم على جودة النظريات والفروض النظرية، ويجب أن يتم استخدامه بشكل حريص جدا من المتخصص كما يستخدم الجراح مشرط الجراحة، فلا يجب وضع هذا المشرط في يد كل فرد وإنما في يد المتخصص المتقن الصنع حتى تكون نتائج الأبحاث المعتمدة على الاقتصاد القياسي جيدة ومداعمة للنظرية وفلسفة الاقتصاد، وإلا سوف تكون النتائج مضللة لأن القائمين على استخدام هذه النماذج من غير المتخصصين في هذا العلم. وهذه بعض المراجع في بعض النقاط التي تحدثنا فيها، سواء خاصة باللاهوت والتراث، سواء خاصة بفلسفة الاقتصاد نفسه. وفي السلايد التالي هنجد مراجع خاصة، بعض المراجع طبعا ما قدرتش أورد كل المراجع، مراجع خاصة بعلاقة الاقتصاد بعلمي الإحياء والفيزياء، وفي الختام مراجع خاصة بفلسفة الرياضيات والإحصاء والاقتصاد القياسي لمن أحب أن يستزيد في هذا الموضوع. وفي الختام بشكر حضراتكم على صبركم واستماعكم، وبشكر مجتمع علماء مصر، وأخص بالشكر دكتور هاني وأستاذة مهناز، وأتوقف الآن وأنتظر أن أحصل على أسئلتكم حتى أجاوب عليها. شكرا جزيلا. شكرا لحياتك جدا يا دكتور حسام على العرض الرائع والمبسط للمعلومات. السادة الحضور، ان شاء الله هيتم فتح باب الاسئلة. حضراتكم ممكن توجهوا اسئلتكم لدكتور حسام بطريقتين، في Q&A يعني مكان Q&A، حضراتكم ممكن تكتبوا الكويستشن واحنا هنوجهه لدكتور حسام كتابة واحنا هنقوله. في طريقة تانية، في علامة زي ايد موجودة، حضراتكم ممكن ترفعوا ايديكم واحنا هنعمل unmute للمايك بحيث ان حضراتكم ممكن توجهوا السؤال بشكل مباشر لدكتور حسام. في انتظار اسئلة حضراتكم وشكرا. هو احنا تلقينا اول سؤال يا دكتور من استاذة ليلى، بتقول بتشكر حضرتك على المحاضرة، وفيها سؤالين. السؤال الأول بتقول: لدي مقولتان، ليس كل ما هو قابل للحساب يحسب، يقاس تطور أي علم بمدى استخدامه للرياضيات، ما مدى صحة هاتين المقولتين في سياق هذه المحاضرة؟ وفي سؤال تاني، يعني حضرتك ممكن تجاوب على ده وأدي حضرتك السؤال التاني بعده، فاتفضل. أولا شكرا أستاذة ليلى على السؤال بتاعك.
بالنسبة للمقولتين، ليس كل ما هو قابل للحساب يحسب. هو يعني قبل ما نقول المقولة هيبقى هممنا مين اللي قالها، لأن المقولة على إطلاقها بتكتسب مصداقية على حسب مدى إيماننا بعلم الشخص الذي ألقاه. هل الصوت واصل؟ أقول تاني، إن بيهمنا قبل الحكم على المقولة أن نعلم من الذي قالها. وعشان كده هتلاقوا كل حاجة أنا قلتها أنا ذكرت مين اللي قالها، لأن المقولة بتكتسب مصداقيتها من إيماننا بحجم العلم الذي يوجد عند من قالها. فحتى لو اتكلمنا بشكل عام، ليس كل ما هو قابل للحساب يحسب. ممكن يكون شيء قابل للحساب لكن ما عنديش الأدوات اللي تسمح لي بحسابه. يعني على سبيل المثال، التعداد الشامل والكامل لسكان مصر، لا هو قابل، هو شيء قابل للحساب، ولكن لا أستطيع أن أقوم به في كل وقت وآن، بدليل أن أنا بعمله في مرة واحدة كل 10 سنين، وبيبقى برضو في نسبة خطأ في الحساب. دي أول حاجة. الجزء الثاني، يقاس تطور أي علم مدى استخدامه للرياضيات. أحد المقولات الهامة إن الرياضيات سميت بهذا الاسم لأنها رياضة ذهنية، وهي قادرة على التعبير عن أدق الأمور في أقصر الطرق. فممكن نقبل هذه المقولة من هذا الجانب. تمام، حياتك تحب أعرض على حياتك فيما السؤال يتعلق بالسؤال؟ اتفضلي. تمام، هو السؤال الثاني، ماذا يجب أن أقرأ قبل أن أخوض في مجال الاقتصاد القياسي؟ أظن أن هي عايزة من حضرتك إشارة بخصوص القراءات. طيب، إحنا زي ما وضحنا أن علم الاقتصاد القياسي هو مزيج من العلوم. الأول، يجب أن يكون هناك تمكن من النظرية الاقتصادية، فيجب القراءة جيدا في المراجع الخاصة بالأصول الخاصة بالنظرية الاقتصادية. وبعد التمكن منها، طبعا التمكن ده يعني الإنسان حتى أن يموت بيتعلم، فمش هيبقى فيه تمكن تام 100%، ولكن بعد الوصول إلى قدر كافي من المعرفة في مجال النظرية، من المهم جدا دراسة الاقتصاد الرياضي، لأن الاقتصاد الرياضي هيساعد في فهم النظرية الاقتصادية بشكل أوضح، لأن أغلب النظريات دلوقتي بيتم التعبير عنها بالصيغ الرياضية. وبعد هذه المرحلة دراسة الاقتصاد القياسي، يمكن الخوض في الاقتصاد القياسي، لأن هكون عندي النظرية الاقتصادية وعندي الاقتصاد الرياضي اللي هو الجانب الرياضي، وبالتالي يمكن تطبيق هذه القواعد في مجال الاقتصاد القياسي اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على العلم الإحصاء. تمام، أدي يعني أنا اللي حضرتك سؤال تاني ولا لسه؟ لا اتفضل. تمام، هو في سؤال تاني موجه من دكتور صابر أحمد. هنجيب السؤال لحظة واحدة. دكتور صابر بيسأل حضرتك، علم الاقتصاد علم اجتماعي كما قلت حضرتك، كنت أنتظر رؤية حضرتك عن علاقة علم الاقتصاد بباقي العلوم الاجتماعية كعلم النفس وعلم الاجتماع. أوكي، طبعا يعني من السهل جدا استشراف علاقة علم الاقتصاد بباقي العلوم الاجتماعية، لأنه هو أصلا من نفس الفصيل. وأنا هدي لك أمثلة على ده. على سبيل المثال، من أحدث فروع علم الاقتصاد دلوقتي اللي بتدرس في العالم الـ Behavior Economics، وهو الاقتصاد السلوكي اللي بيدرس إزاي السايكولوجي أو علم النفس ممكن يأثر على الجانب الاقتصادي. لأن بشكل بسيط، إحنا لو رجعنا للمثال البسيط اللي قلنا عليه اللي هو الطلب وتأثره بالسعر، إن كمان في حاجة اسمها الأذواق، إن كمان في حاجة اسمها الحالة النفسية والمزاجية. في حالات مزاجية بتستدعي الشخص إن هو ينفق أكثر، وحالات مزاجية بتستدعي إن هو ينفق أقل. فبالتالي إن القرارات الاقتصادية بتعتمد على السلوك، اللي هو علم النفس اللي هو أحد العلوم الاجتماعية مثلا. وما يقال على هذا يقال على باقي العلوم الاجتماعية.
لكن يمكن علشان حبيت أكون محدد قوي وفقا لعنوان المحاضرة اللي هي فلسفة الاقتصاد القيادي، اللي هي يمكن المراجع حواليها والمتناولين هي قليلين، لكن بقية العلوم الاجتماعية وعلاقتها بعلم الاقتصاد يمكن فيها كتابات كتير. وشكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور. في سؤال كمان من أستاذة رنا شريف. Thanks for this good lecture. I want to ask about econometrics is based on possibilities. So can we use econometrics in budgets? Sorry, can you say it again, please? No problem. The question from Ms. Rana Shreef, she's saying thanks for this good lecture. I want to ask about econometrics. It's based on possibilities. So can we use econometrics in budgets? Yes, for sure we can use econometrics in budgets. Because according to the name, budget is expected values in the future. We use this according to our knowledge about the past. So that we do something, we can call it prediction. And this is, can be constructed using the econometrics. Thanks. Thank you دكتور. في كمان سؤال من أستاذ مدحت بيقول من أهم الانتقادات لعلم الاقتصاد القياسي هو فرض ثبات تباين الخطأ والذي أثبت بعد ذلك عدم ثبات تباين الخطأ وهو ما أدى إلى عدم صحة كافة الدراسات السابقة التي قامت على فرض ثبات التباين. ما رأي سيادتكم في هذا النقد؟ أوكي. عدم ثبات التباين أو ما يطلق عليه heteroscedasticity أو heteroscedasticity دي أحد المشاكل التطبيقية اللي بتواجهنا في معالجة بعض البيانات، ودي شيء معروف من زمان وليه معالجاته الخاصة، يعني ليه حلول وليه علاجات، وبالتالي تصبح الدراسة خاطئة إذا لم تحاول معالجة هذه المشكلة في ظل إمكانية علاجها. لكن في حالة معالجة هذه المشكلة بالطرق القياسية الملائمة فلن توجد هناك أي مشكلة. والمشكلة دي ظاهرة جدا في ظل الـ Time Series Analysis والـ Unit Root Tests أو مشاكل جذور الوحدة وعدم استقرار السلاسل الزمنية وغيرها من أنواع البيانات، ولكن لكل منها طريقة معالجة معروفة وملائمة ومناسبة. شكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور. هو في سؤال كمان من أستاذ، هو أنا بس مش عايزة الأسئلة يعني يفوتني حاجة، فلحظة واحدة. تمام، في سؤال من أستاذ سامح قنديل بيقول سؤالي هو هل من الممكن عمل نموذج من غير مفسر في النظرية الاقتصادية ولكن هناك ظهور لبعض المتغيرات الاقتصادية غير موجودة في النظري مثل الإنفاق العام في مجال مخصص مثل التعليم وعلاقته بالموائمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟ أوكي. بالنسبة احنا عندنا في منهجين كبار لما باجي بعمل اي نموذج، في منهج بيقول general to specific ومنهج بيقول specific to general، من العام للخاص ومن الخاص للعام. بمعنى ان انا المنهج الاول specific to general، ان انا باخد حاجات محددة جدا متغيرات انا على دراية وفقا للنظرية انه يعتقد بشكل كبير ان هو التأثير واضح ليها على المتغير اللي بدرسه. وبعد كده بشوف الحجم غير المفسر في النموذج، وابتدي احاول اوجد من النظرية المتغيرات الاخرى التي يجب اضافتها. اذا لم اجد بشكل مباشر، النظرية بتوجهني فكريا، وده بقى لو استخدمنا المقولة بتاعت نيتشه انها لازم اعمل العقل، لان النظرية مجموعة فروض وممكن انها تكون ما بتغطيش كل شيء، لكن ممكن تكون في بعض الدراسات بتشير الى ان هذا المتغير وان لم يذكر في النظريه قد يكون له تاثير. ومن هنا ظهرت بقى general to specific،
ان انا اخد كل المتغيرات الاول وادخلها في الدراسه وبعدين ابتدي احذف منها المتغيرات التي يثبت منها عدم مصداقيتها او صحتها او معنويتها. شكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور. هو في كمان استاذ مدحت. استاذ مدحت هو باحث في وزاره التخطيط، هو طالب المايك يسال حضرتك سؤال بشكل مباشر. فاستاذ مدحت انا هعمل لحضرتك انميوت، جست اول ما هعمل انميوت حضرتك ممكن توجه سؤالك للدكتور حسين بشكل مباشر. اتفضل يا استاذ مدحت. أستاذ مدحت حضرتك ممكن توجه سؤالك لدكتور حسين، المايك مفتوح. طيب هو من الواضح إن في مشكلة عند أستاذ مدحت في المايك، فحضرتك لو ممكن تكتب لنا السؤال في الشات بوكس أو في الـ Q&A هقدر أنا أوجهه لدكتور حسين بشكل مباشر. في سؤال كمان من أحمد، أستاذ أحمد النوافي بيقول لو سمحت دكتور حسين، إذا تم الاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد وتؤكد النظرية الاقتصادية بوجود علاقة إيجابية بين المتغيرين، بالتالي تم صياغة الفردية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين المتغيرين، وبعد التأكد من توافر شروط تحليل تم تقدير معادلة الانحدار، ووفقا لاختبارات تم تقدير المعاملات والتوصل إلى أنا مستوى المعنوية أقل من، وأنا الأرقام ملخبطة شوية، لو حضرتك تقدر تكتبها بشكل منفصل الأرقام مش واضحة يا أستاذ أحمد، يعني مستوى معنوية أقل من رقم معين هتقرر حضرتك، وجود إشارة موجبة لمعامل بيتا، فهل أعتمد على المنهجية السابقة لتقييم العلاقة أم التوصل إلى قيم ته الجدولية ذات الاختبار ذات، هو السؤال ذات يعني هو سؤال حضرتك ملخبط شوية، فممكن بس تعيد صياغته بشكل مختصر عن كده لأن السؤال فعلا كبير جدا. معلش، هو أستاذ أحمد وضح إن هو 5%، فأنا هحاول أقرأ السؤال مرة تانية من الأول لأن هو فعلا السؤال كان كبير جدا. بيقول إذا تم الاعتماد على تحليل الانحدار المتعدد وتؤكد النظرية الاقتصادية بوجود علاقة إيجابية بين المتغيرات، بالتالي تم صياغة الفردية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين المتغيرين، وبعد التأكد من توافر شروط تحليل تم تقدير معادلة الانحدار، ووفقا لاختبار تيه تم تقدير المعاملات والتواصل لأن مستوى المعنوية أقل من 5%، حاجة تقريبا وجود إشارة موجبة لمعامل بيتا، فهل اعتمد على المنهجية السابقة لتقييم العلاقة أم التوصل إلى قيم ته الجدولية ذات الاختبار من الطرف الواحد ومقارنتها مع قيمة ته المحسوبة؟ هل السؤال واضح لحضرتك يا دكتور؟ طيب أنا هحاول أجاوب على السؤال بضوء ما فهمت يعني. طب هو انا ممكن الرجاء اطلب من الاستاذ احمد، هو استاذ احمد حضرتك ممكن سهل جدا تاخد المايك وتطلب بشكل يعني توضح سؤالك بشكل مباشر لدكتور حسين، ده اوبشن موجود. فاتفضل يا دكتور، انا اسفه قطعت حضرتك. لا ولا يهمك. اللي انا فهمته ان هو بيدرس علاقه بين متغيرات، وبعدين هو بيسأل إذا كان يستخدم مستوى المعنوية اللي طالع لي البارامتر أو الاستيميتد بارامتر اللي هو الكوفيشنت أو المعامل المحسوب، ولا يستخدم تي الجدولية ويقارنها بتي المحسوبة، ولا يستخدم يعني يستخدم دي ولا يستخدم دي. هو مفيش فرق بين الاثنين، يعني أنا عندي ثلاث حاجات بقدر أقول إن المتغير دوت المعامل بتاعه معنوي أو غير معنوي. لإما أقارن الستاندر إيرور المحسوب بالكوفيشنت المحسوب، يعني قيمة المعامل اللي أنا حسبته أقارنه بالستاندر إيرور بتاعه، لو كان الستاندر إيرور أقل من 50% يبقى المتغير ده معنوي على الأقل عند 5%. لو كانت ته المحسوبة اللي أنا حسبتها من الريجريشن دوت
أكبر من T الجدولية، وفي حالة 95% اللي هو مستوى معنوية يعني مقابل مستوى معنوية 5% هتبقى حوالي 2، ها؟ فبالتالي هذا المتغير معنوي. وممكن استخدم مستوى المعنوية، كل ما يقل مستوى المعنوية كل ما يكون أفضل. فلو كان مستوى المعنوية أقل من 1% بقول إن هذا المتغير معنوي عن درجة 1%. إذا كان بيقع ما بين 1% وأقل من 5% بقول نوع معنوي عند 5% مستوى معنوية. إذا كان ما بين 5 وأقل من 10 بقول إنه هو أو لحد 10 يعني بقول نوع معنوي عند 10% أو 90% اللي هي المقابل بتاعت 10. شكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور. احنا ننتظر دقيقتين، هو الاسئله اللي حضراتكم وجهتوها تقريبا انا قلتها، قلت معظمها. لو حد من حضراتكم حابب يوجه اي سؤال اخير لدكتور حسام، لو حابب والله اوبشن موجود ان حضراتكم تتواصلوا بشكل مباشر من خلال رفع الايد، ده اكيد هيوصل السؤال بشكل اوضح. الخيارين موجودين، هننتظر دقيقتين لو حد من حضراتكم عنده اي سؤال. يعني احنا تحت امر حضرتك. هو دكتور استاذ احمد تقريبا الاجابه كانت وافيه وبيشكر حضرتك، هو ده فعلا اجابه السؤال اللي هو كان محتاجها. شكرا استاذ احمد، ويعني انا سعيد ان انا قدرت اوصل لك المعلومه. طيب احنا هننتظر دقيقة كمان، يا ريت لو اي حد من حضراتكم عنده سؤال يكتبه في الشات في الـ Q&A، او في اوبشن موجود حضراتكم ممكن ترفعوا ايديكم والسؤال هيتوجه بشكل مباشر. استاذ سامح هو بيسأل سؤال، يعني انا حاسه ان هو مبادئ بس انا هقوله لحضرتك. هو بيسأل عن معامل تصحيح الخطأ، ما هو معامل تصحيح الخطأ؟ علشان نجاوب السؤال ده يعني ده محتاج، يعني مش هينفع كده، لازم يكون في عندي يعني بروجيكتور ولازم حاجه. لكن اعتقد ان الاستاذ سامح يقدر يتواصل معايا بحكم ان انا يعني هو يعرفني كويس، فاقدر اجاوبه عليها بشكل تفصيلي عشان ما تبقاش العلاقه، يعني ما تبقاش الاجابه مقطوعه. تمام يا دكتور، هو تقريبا الأسئلة يعني خلاص ما فيش أسئلة باقية. هو أنا بس يعني لو حضراتكم نص دقيقة بالظبط باقية، يعني استغلوا الفرصة، دكتور حسام لسه معانا. لو في أي سؤال حضراتكم عايزين توجهوه يعني سواء في الشات بوكس سواء في الـ Q&A أنا هقرأه، أو حضراتكم ممكن ترفعوا إيديكم وتوجهوا السؤال بشكل مباشر لدكتور حسام. نص دقيقة بالظبط، 30 ثانية وخلاص. في حد بعد الشات؟ أستاذة ليلى بتشكر حضرتك شكر جزيل على المحاضرة، وكذا حد بعد بيشكر حضرتك كتير على المحاضرة، وأنا أولهم طبعا يا دكتور. ميرسي جدا، وده بس يعني من حسن استماعهم مش أكتر يعني. تمام، هو من الواضح ان مفيش اسئله متبقيه عند حضراتكم، فانا بالنيابه عن فريق عمل مجتمع الاقتصاد ومؤسسه علماء مصر بشكر حضراتكم على تواجدكم معانا في تاني محاضره من سلسله المحاضرات الشهريه اللي بيقدمها مجتمع الاقتصاد، وكانت تحت عنوان فلسفه الاقتصاد القياسي. وتفضل مشكورا بتقديمها لحضراتكم الدكتور حسام عبد القادر المحاضر بقسم الاقتصاد كليه التجاره جامعه عين شمس، واللي بنشكره جدا على وقته ومجهوده اللي بذله لالقاء المحاضره القيمه جدا. هو بس في ملحوظه أخيرة، استكمالا لسلسلة المحاضرات المقدمة من قبل مجتمع الاقتصاد، يشرفنا أن نتلقى طلبات واقتراحات حضراتكم حول الموضوعات اللي تفضلوا أن تدور حولها محاضراتنا في الفترة القادمة. حضراتكم ممكن ترسلوا الاقتراحات عبر البريد الإلكتروني لمجتمع الاقتصاد بمؤسسة علماء مصر es@egyptscholars.org. شكرا جدا لحضراتكم، وشكرا دكتور حسين على وقت حضرتك. ميرسي جدا يا مهناز، وميرسي جدا للدكتور هاني ولمجتمع علماء مصر طبعا للسادة الحضور اللي انا شرفت ان هم كانوا بيستمعوا لي، وارجو ان انا ما كنتش ضيف فقيل الظل عليهم. لا اكيد نورتنا يا دكتور، استفدنا يعني كتير، وشكرا لوقت حضرتك ومجهودك، جزاك الله كل خير.